لان كلنا كنا خايفين، لان في حاجه غريبه ده لسه ما صدناش، لسه ما نزلتش اعمل اول مشهد. اهلا واضح حوري فرغان. بصي انا عامه انا كحوريه انا عملت بوتوكس والمايكرو بليدنج، بس مش عامله حاجه تانية خالص، وما تهيأليش ان انا هجرب حاجه تانية، لان عايزه تعابير وشي وانا بمثل تبان صح. الحاجات دي ساعات ممكن تخليكي بيبان على الكاميرا اوحش من الحقيقه. انا مره عملت انا بعد كلمني شكرا، مره رحت لدكتور تجميل وقلت عايزه اعمل شفايفي فعملت شفايفي، خلصت الدكتور ورحت على البيت، فلقيت مين جاي خبط على الباب؟ اخويا. فبفتح له اول ما يا نهار اسود ايه اللي انت عملتيه؟ شفايفي كانت قد كده، قعدت عايزه اقول لك عشان تروح 6 اشهر ومكررتهاش تاني. نزار فارس كلمني في التليفون وقال لي انا جايه من العراق وعايزه اعمل معاكي انترفيو. هو كان جاي راسم خطه معينه علشان يطلع ترند، وبعدين واحنا على الهواء قال لي طب انا هجبر بخاطرك بقى وهطلب ايدك. تجبر بخاطري دي وجعتني قوي الكلمه، يعني ما ليه تجبر بخاطري فيا ايه يعني. بعدين راح مشغل اغنيه لمجد المهندس وقال لي ممكن تصوتي معايا، فقلت له وانا كمان هجبر بخاطرك ومعرفش. بس هو كان هنا واصل لهنا لانه كان قصير جدا. فبعديها كان ترند، الموضوع كان ترند، وفي واحد من لبنان عرض 2 مليون دولار ويتجوزني، وهو اصلا بس تاني يوم بقى لقينا الاستاذ ده في كل حته. انا عرض عليها 2 مليون دولار واتجوزها الحين اتجوزها. فلما دخلت عشان اشوف هو يعني شفت الصفحه بتاعته يعني، ما يعني طبعا ميرسي ان هو فكر ان هو اصلا يرتبط بيا، بس كانت شخصيه غريبه يعني. مش عارفه هو ولد ولا بنت، مش عارفه اللي هو الشنطه القصيره الدقن والشنب بس ميك اب وروج يعني حاجات كده يعني، فما كانش ينفع خالص. اكثر حاجه مجنونه ممكن اكون عملت بادجي جامبنج في انجلترا، رميت نفسي من جبل، ربطوا لي رجلي ومفروض ان انا بنط من الجبل ده لغايه ما بنزل للبحر وبطلع تاني. فدي كانت حاجه مجنونه خالص، كان احساس جميل جدا على فكره. موقف كوميدي، موقف طريف ما بتنسيهوش ابدا. اول يوم تصوير ساحرة الجنوب كنا في الاوضه عندي وقاعده قدام المرايه، والمرايه فيها لمض all over. من اول ما دخلت الاوضه وبك لمبه اتفرقع، بعدين الثانيه، بعدين الثالثه، بعدين الرابعه، بعدين الخامسه، وبالتدريج لدرجه ان احنا قلنا ان احنا لسه ما ابتديناش نصور والاوضه فيها حاجه. مش ممكن انسى اليوم ده ابدا، لان كلنا كنا خايفين، لان في حاجه غريبه ده لسه ما صدناش، لسه ما نزلتش اعمل اول مشهد. فقلت الله دي من الحاجات اللي مش ممكن انساها ابدا. حسيت ان في حاجه غلط، واللي معايا كلهم طلعوا بره ما فضلوش قاعدين في الاوضه. افضل ذكرى بتحتفظي بيها من طفولتك لا يمكن تنسيها ابدا؟ والله انا طفولتي ما كانتش جميله قوي عشان اقدر اقولها لك يعني. لا مش فاكره حاجه حلوه في طفولتي خالص. شكرا واضح.